أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة مصر التعليمية إن شاء الله في مادة الكيمياء. إن شاء الله النهاردة هناخد تطبيقات على التحليل الكيميائي. إحنا عارفين إن التحليل الكيميائي ده جزء مهم جدا وخاصة في مجال الإيه الصناعة. فإحنا هنتكلم عن التطبيقات دي تطبيق تطبيق بحيث إن إحنا نستفيد منها أكبر استفادة. ونبص للمعلومات بتاعتنا على المهل ويا ريت الطلبه اللي بيتابعونا النهارده ان شاء الله رب العالمين يبقى معاهم ورقه وقلم على اساس كل المعلومات اللي احنا هنقولها يسجلوها. انا اتشرف النهارده ان يكون معايا استاذي الفاضل استاذ رمضان غلاب يكلمنا عن التطبيقات ان شاء الله رب العالمين. ربنا يبارك لك استاذ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلاب الثانويه العامه. زي ما قال استاذنا الفاضل ان شاء الله هنتكلم على التحليل الكهربي وتطبيقات على الكيمياء الكهربية الكيمياء الكهربية مجالها في مجال الصناعة كبير جدا جدا احنا بنتعلم عشان صناعتنا بعد كده تقدر تتطور عن طريق الكيمياء الكهربية خدنا قوانين منها قانون فرضاي الاول وقانون فرضاي الثاني اتعرفنا مع بعض على بعض انواع من الخلايا الاولية والخلايا الثانوية هنتعرف النهاردة على بعض انواع من التطبيقات للتحليل الكهربي زي الطلاء الكهربي زي صناعه الالمنيوم زي تنقيط بعض المواد الجزء ده مهم جدا بمسائله وقوانينه ومعادلاته نركز كويس فيه لان ده موضع اسئله امتحانات. منها برضو لازم نكون عارفين العلاقه ما بين الخلايا الجلبانيه والتحليليه ما بين الاثنين وتحويلات الطاقه يعني معانا استاذنا الفاضل تعمل لنا مقارنه كده بالراحه ما بين الخليه التحليليه والخليه إحنا يعني قبل ما نخش في الموضوع بتاع الخلايا التحليليه يا استاذ رمضان احنا الاول بس نفكر الطالب يعني ايه خليه تحليليه تمام الخلايا التحليليه عباره عن انظمه بيتم فيها تحويل الطاقه الكهربية الى طاقه كيميائيه من خلال تفاعلات اكسده واختزال تحدث بشكل غير تلقائي يعني الخليه الاكسده والاختزال بيتم باستخدام مصدر طيار كهربي من الايه من الخارج عن طريق ايه بطاريه خارجيه فلو جيت انا حبيت اعمل مقارنه بين الخلايا الجلفانيه والخلايا التحليليه قبل ما نخش في الموضوع بتاع النهارده ما احنا عندنا اهم آه. حاجه برضو في آه. شغلنا آه. قوه الدفع الكهربيه آه. لكل آه. خليه آه. وازاي لو جات لي مساله اعرف اذا كانت الخليه دي خليه تحليليه ولا خليه ايه بالزبط. جلفانيه آه. طبعا لو كانت القوه الدفع الكهربيه ناتجه معايا في الاخر خالص باشاره موجبه يبقى دي خليه اه خليه جلفانيه تولد عن تيار كهرباء حلو قوي بخليه جلفانيه يعني بتحول طاقه من كيمياء لكهرباء آه. يعني بيتولد منها تيار كهربي يعني الخليه دي نوع التفاعل بتاعها تفاعل تلقائي مستمر بيحدث نتيجه اكسده واختزال خلي بالنا برضو احنا اتكلمنا على القوه الدفعة الكهربيه في عندي لازم اعرف الانود لازم اعرف الكسود وفي الحالتين في الخلايا كلها الانود طبعا بيحصل له عمليه ايه اكسده هيوضح لنا الاستاذ سامي النقطه دي بالذات آه. طيب زي ما احنا قلنا كده من شويه ان الطالب قبل ما يخش في الخلايا التحليليه والتطبيقات بتاعتها يعرف الفرق بين الخلايا الجلفانيه والخلايا الايه التحليليه تمام الخليه الجلفانيه عباره او خلايا جلفانيه انظمه بيتم فيها تحويل الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه من خلال تفاعلات اكسده واختزال تلقائي ده خلايا آه. تحليليه ده خلايا تحليلية جلفانية. الجلفانيه الجلفانيه الخلية. الخلية التحليليه انظمه بيتم فيها تحويل الطاقه الكهربيه الى طاقه كيميائيه من خلال تفاعلات اكسده واختزال تحدث بشكل غير تلقائي تمام الفرق بين الاتنين بقى الانود في الخليه الجلفانيه ده قطب سالب لانه مصدر الالكترونات اما الانود في الخليه التحليليه بيبقى قطب موجب عاوز اضيف آه. نقطه هنا يا استاذ اتفضل يا استاذ يعني طبعا في الحالتين الانود هنا وهنا بيحصل عمليه اكسده ثابته اكسده يعني مصدر الكترونات في الاثنين آه. بس في الخليه الجلفانيه آه. الالكترونات بتتراكم على القطب فبتديش شحنه لايه السالب. السالبه عشان آه. كده يعتبر قطب ايه سالب آه. نقطه مهمه جدا علل الانود يعتبر قطب سالب في الخلايا الايه الجلفانيه لان زي ما قال استاذنا الفاضل انه بتحصل عنده عمليه اكسده وهو مصدر الالكترونات اللي بتتراكم على القطب وبتديه الشحنه الايه؟ السالب آه. ده تمام. بالنسبه للايه للانود يبقى انا عندي الانود زي ما حضرتك قلت الاثنين بيحصل فيهم اكسده بس الانود في الخليه الجلفانيه قطب سالب وفي الخليه التحليليه قطب موجب بالنسبه للكاسود اللي بيحصل بيحصل بتحصل عمليه اختزال بس لمين للايونات الموجبه اللي موجوده في المحلول للايونات الموجبه اللي موجوده في الايه؟ في المحلول وهنا الكاسود بيمثل لي القطب الايه الموجب في الخليه الجلفانيه اما في الخليه التحليليه بيمثل القطب الايه السالب فانا بقول للطالب لما يجي لك مقارنه اعمل جدول وشوف انت هتتكلم عن اتعرف الاول الخليه الجلفانيه وجه المقارنه لازم تعرف الاول الخليه الجلفانيه وبعد كده تعرف الخليه التحليليه الانود هنا وضعه ايه الانود هنا وضعه ايه كذلك الايه الكاسود ده بالنسبه لنوع التيار ونوع التيار آه آه اذا كان تلقائي ولا غير آه تلقائي اه احنا قلناها في التعريف إن يعني ده تلقائي وده غير ايه غير تلقائي جميل بس آه برضو ان نوجه انتباه الطلبه هنا ان انا بحول من كيمياء لكهرباء يعني اعتمد على نفسه يبقى التفاعل ده تلقائي دي في الخلايا الايه الجلفانيه لكن الخلايا التحليليه انا بستمد الكهرباء من مصدر خارجي يبقى ده تفاعل غير ايه غير تلقائي افهمها بمنتهى البساطه كده بلاش نعقد نفسينا في سلاسه في الفهم بالنسبه لماده الايه الكيمياء برضو بالنسبه للقوه الدافعه الكهربيه اه واحنا عندنا قوانين النهارده هنتكلم عليها في حلقتنا النهارده والحلقه اللي جايه باذن الله نتعرف على القانون العام للقوه الدافعه الايه الكهربيه طيب انا بالنسبه لي القوة الدافعه الكهربيه بالنسبه للخلايا الجلفانيه زي ما حضرتك وضحت من شويه بتديني قيمه موجبه وبالنسبه للخلية التحليلية بتديني قيمة سالبة يبقى لا هي محتاجة تيار ايه؟ تيار كهربائي. طيب. احنا عندنا الكيمياء التحليلية بيعتمد اعتماد كلي على قوانين فرضية. قوانين فرضية احنا عندنا قانونين. القانون الأول بيقول ايه؟ كمية المادة المتكونة أو المستهلكة عند أحد الأقطاب تتناسب طرديا مع كمية الكهرباء المارة في المحلول. باللغة الدارجة كده. كل ما بزود كميه الكهرباء الماره في المحلول بتزيد كل ما معدل الترسيب بايه بيزيد او العكس اه او العكس آه عشان كده آه لو لو معدل الترسيب بيزيد في نفس الوقت معدل الاستهلاك من القطب الثاني برضه ايه بيزيد لان المترسب قد المستهلك حلو قوي يبقى في ده القانون تناسب, تناسب تناسب طردي هنا يعني القانون في الاول بيقول ان في تناسب طردي ما بين الكتله المترسبة وما بين كمية الايه؟ الكهرباء, الكهرباء اللي بتمر في محلول الكتروليتي. أيه. لكن قانون الفرضية الثاني؟ قانون فرضيه الثاني عمل عملية عكسية يعني القانون الأولاني بيغير كهرباء والمحلول ثابت، القانون الثاني ثبت الكهرباء وغير الايه؟ المحاليل وعلى أساس بعد التجربة طلع القانون الثاني الفرضية بيقول ايه؟ كميات المواد المختلفة المتكونة أو المستهلكة عند الأقطاب بمرور نفس كمية الكهرباء تتناسب تناسبا طرديا مع كتلتها المكافئه جميل يبقى جميل. لازم الطالب كمان وهو بيتكلم يعرف يعني ايه كتله مكافئه ما دي اول حاجه بقى عاوز اوضحها بالطبع. هنا لازم نتعرف ايه هي الكتله المكافئه كتلة المكافئه انا ممكن اقول عليها الوزن المكافئ كتله مكافئه نسبه ما بين الوزن الذري وتكافؤ العنصر يعني مثلا عنصر الالومنيوم عدده الذري 13 العدد الكتلي بتاعه 27 الوزن الذري للالومنيوم تقريبا يساوي العدد الكتلي يعني الاثنين مفيش فرق بينهم الا حاجه بسيطه فانت تاخد الوزن الذري على انه العدد الايه الكتلي اللي موجود عندك فالالومنيوم 13 عدد ذري يبقى تكافؤ تكافؤ ثلاثي يبقى انا هاخد السبعة وعشرين اقسمها على الثلاثة يبقى تسعة يبقى الوزن المكافئ للالومنيوم كان بكام بتسعة تساري. برضو في حاجه تاني في اثبات قانون فرضيه تاني وانت بتثبته عمليا في عندك ثلاث محاليل معاك كبتات النحاس معاك إيه نطرات الفضه معانا حمض الكبريتيك لو اتكلمت على كبريتات النحاس كبريتات النحاس النحاس الوزن الذري بتاعها 63.5 وتكافؤ النحاس 2 يبقى لو جبت الكتله المكافئه اللي هي الوزن المكافئ خمسة 75 من مي لو بصيت للفضه الاي جي عددها الذري عددها الكتلي، الكتل بتاعها كام؟ 108 تكافؤها واحد، اقسم يبقى 108 الهيدروجين العدد الكتلي بتاعها واحد على واحد تكافؤ بواحد، يبقى كانوا الثلاثة عندنا في إثبات قانون فرضاي الثاني من الناحية العملية، كان معانا الفضة، كان معانا النحاس، كان معانا الهيدروجين، أكتر كتلة مترسبة كانت معانا مين؟ كانت معانا الفضة لزيادة الكتلة المكافئة، يبقى نوضح قانون فرضاي الإيه الثاني مع بعض كده إن يعني في علاقة طردية ما بين إيه؟ ما بين الكتلة المترسبة والكتلة المكافئة. الكتلة المكافئة قلنا عليها إيه تاني؟ وضحها أستاذنا برضه معانا آه. معنى كلمة الكتلة, الكتلة المكافئة. اللي هي كتلة المادة الكتلة الذرية للمادة على التكافؤ. تمام أو العنصر بتاعي الألمنيوم ليه الكتلة الذرية بتاعته اللي هي 27 التكافؤ بتاعه ثلاثي بقسم على الثلاثة يديني الإيه؟ الكتلة المكافئة. كل ما الكتلة المكافئة بتزيد كل ما معدل الترصيب بتاعة المادة بتزيد. فده هي عباره عن نسب عباره عن ايه؟ لان الكهرباء اللي ماشيه ماشيه في الثلاثه زي بعض فهي نسبتها كل ما زادت الكتله المكافئه زادت كميه الماده المترسبه. الحته دي بتجرني لحاجه ثانيه ان كميه الكهرباء بيساوي شده التيار في الزمن. كميه الكهرباء بتساوي ايه؟ شده التيار في الزمن. بعبر عن كميه الكهرباء بوحده اسمها الكولوم وبعبر عن شده الطيار بالامبير. وبعبر عن الزمن بالثواني، لازم الطالب وهو برضه بيذاكر الجزئيه دي ياخد باله من الوحدات اللي هو بيتكلم عليها. وحدات آه، القياس آه، ممكن المساله تجيله آه، له كفراداي آه، آه، كميه آه، الكهرباء. آه، آه، فاحنا طب. عندنا الامبير تعريف طبعاً. بتاعها كيميائيا مم. كميه الكهرباء اللي هي المقصود بها واحد كلهم التي اذا تم تمريرها لمده ثانيه في محلول يحتوي على ايونات فضه هيرسب واحد و118 من 1000 ملي جرام. لو انا استخدمت الرقم ده قلت واحد كولوم بيرصب الكتله دي يبقى كام كولوم هيرصب ال 108 جرام يبقى هيطلع لي 96500 كولوم وده رقم ثابت 96500 كولوم ده رقم تقريبي ثابت اكراما لفرادي سموا ال 96500 كولوم ان هو بيساوي واحد ايه؟ واحد فرادي. معنى كده ان الطالب لازم يبقى واخد باله ان المساله ممكن تيجي بالكولوم وممكن تيجي بالايه؟ بالفرادي. لو المساله جت بالكولوم انت هتعمل ايه هتجيب الكتله المكافئه تساوي الكتله الذريه على التكافؤ وهتقول 96500 بيرسب لي الكتله المكافئه يبقى كميه الكهرباء اللي في المساله هترسب لي قد ايه تمام او الماده المترسبه محتاجه كهرباء قد ايه يبقى الطرفين في الوسطين نطلع القيمه بتاعتها خلاص كده لو المساله جت بالفرادي يبقى نشتغل بالايه بالفرادي فاحنا هنتعرض برضو برده واحنا بنرا... ان شاء الله بقى هنراجع هنتعرض على المسائل دي باذن الله يعني رب نشوف يعني احنا كده عملنا ايه زي استحضرنا يعني زي ما بيقولوا دماغ الطالب معانا على اساس ان احنا نخش في الجزء بتاع الايه التطبيقات آه. بتاع التحليل يعني احنا عندنا ثلاث تطبيقات اه عندنا ثلاث تطبيقات طلاء بالكهرباء ايوه وتنقيط المعادن تنقيط المعادن وصناعه الالومنيوم صناعه الالومنيوم دي صناعه مهمه جدا احنا عندنا مجمع ضخم في نجا حمادي آه لصناعه لله. الايه الالومنيوم فاحنا هندي ايه كلام تفصيلي عنه ان شاء الله رب العالمين. هاي. نبدا مع بعض بقى بالطلاء الايه؟ بالطلاء الكهربي،, الكهربي. الطلاء الكهربي الغرض منه اولا اظهار مظهر لامع لايه للمعادن يعني بيدي له بريق ولمعان، ثاني حاجه يحمي المعدن من الصدأ او من التآكل او من التفاعل مع مكونات البيئه اللي حواليه من هواء وميه وغيره، يبقى الطلاء الكهربي انا بطلي بعض بعض المعادن الرخيصه بمعادن ايه؟ نفيسه غاليه عشان تدي مظهر جميل، تدي مظهر لامع وفي نفس الوقت بيحمي المعدن الاصلي من التاكل او من الصدى او من التفاعل مع مكونات البيئه. طيب من الناحيه الكيميائيه الطلاء الكهربي بيتم ازاي؟ تعالوا نتعرف مع بعض على اول حاجه معانا النهارده في تطبيقات التحليل الكهربي اللي هو التحليل الكيميائي الكهربي. الطلاء بالكهرباء لو جينا اتكلمنا وشفنا مع بعض كده زي ما احنا شايفين الخليه اللي ظاهره قدامنا معايا ايه؟ آه، معايا عباره عن انود وايه؟ وكاسود. طبعا انا بوصل المعدن اللي انا عاوز اوصله عندي اللي هو معايا في المعدن للطلاق بوصله بايه يا استاذنا؟ بالكسود يبقى الماده اللي انا عاوز اعمل لها عمليه طلاء بوصلها بالكسود والماده اللي انا هطلي بيها هوصلها بالانود زي ما بين الخليه قدامنا طبعا لما تيجي تكتب في الامتحان انا كاتب الخطوات قدامك ايه؟ بنظف سطح الجزء اللي انا عاوز ايه استخدمه ولتكن ايه ملعقه من الفضه هطليها مثلا بالنحاس، او لتكن ملعقه من النحاس هطليها بالايه؟ بالفضه. يعني هنظف سطح المعلقه اللي معانا جيدا، هوصلها بالقطب بالسالب عشان تعتبر ايه؟ كسود. احط المعلقة دي او الماده اللي انا عاوز اطليها في الكتروليت، بس بشرط ان هذا الالكتروليت لازم يحتوي على نوع ايونات الماده المراد الطلاء بها. احنا هنطلق دلوقتي بايه؟ بالفضه آه. يبقى معايا محلولي عباره عن نترات فضه طيب ناخدها لهم كده على المهله يا استاذ رمضان ف... عشان طلبوا ما يتوهش مننا فاضل يا استاذ احنا الجسم المراد طلاؤه بنوصله بالقطب السالب للبطاريه حلو قوي والجسم المراد الطلاء به زي الفضه مثلا بعمل منه قطب واوصله بالقطب الموجب جميل المحلول اللي هيكون موجود فيه القطبين سواء كان الموجب والسالب يحتوي على ايونات الماده اللي انا هطلي بيها يبقى انا يعني كده لو هطلب بالفضه استخدم محلول يحتوي على ايونات فضه زي نترات الايه الفضه لو هطلي بالنحاس يبقى محلول يحتوي على ايونات ايه نحاس يبقى انا عندي عباره عن ملعقه او ابريق من الحديد عايز أطليه بالفضه يبقى الابريق او الملعقه اللي انا عايز اطليها ده بيتوصل بالقطب السالب للبطاريه عشان تحصل عنده, عنده عمليه اختزال تمام والماده اللي انا عايز اطلي بيها زي الفضة ده اللي هيكون القطب الايه؟ القطب الموجب اللي هتحصل له عملية أكسدة حلو قوي والآيونات بتاعة المحلول بتاع الإلكترون بتاعي لازم يكون يحتوي على آيونات فضة يبقى عندي الخطوات يرتبها زي ما قلت حضرتك آه. لازم يرتب كلامه أول حاجة يرسم يرسم آه. الخلية اللي موجودة معاه تاني حاجة بيوضح الأنود عبارة عن إيه؟ آه. والأنود هنا أساسا إيه؟ قطب إيه؟ يعتبر آه. قطب موجب أيوة. بوصل بيه الماده المراد الطلاق بيها زي الفضه آه. والكاسود عندي ان انا بوصله بايه بالماده المراد طلائها زي المعلقه او الابريق على حسب المساله ما هتجيلي والايونات ايونات منين؟ من, من الفضه أوه. اللي هي نترات الفضه وعند الكاسود بكتب المعادله بتاعتي اللي هي الاي جي موجب عندي زائد الاثنين الكترون او الالكترونات اللي بتجيلها من الفضه زائد الكترون واحد بيتحول الى ذرات فض لكن عند الانوت بتحصل عنده عمليه ايه؟ اكسده اكسده يعني الفضه بيفقد الكترونات يبقى هنا الفضة اللي في الانود بتفقد الكترونات بتتحرك في المحلول في صورة ايه؟ الكترونات حرة الحركة توصل ايه؟ ترسب على ايه؟ على المادة نفسها المراد الطلاء بها. يبقى الخطوات عندي يبقى هي عملية عمليتين متعاكستين عند الانود بتحصل عملية اكسدة ذرات الفضة المتعادلة تتحول إلى آيونات فضة موجبة تزوف في المحلول تمام وآيونات الفضة اللي موجودة في المحلول بتكتسب الكترونات عند القطب السالب اللي هو الجسم المراد طلاقه وبيتحول الى ذرات متعادله ويترسب عليه ولكن اقول للطالب خلي بالك ان كميه الماده المترسبه على الإبريق بتاع او الملعقه تساوي كميه الماده المستهلكه من ساق الايه من ساق الفضه كده انا عملت ايه عمليه طلاء بالايه للملعقه الحديد بطبقه من الايه من الفضه طيب احنا عندنا بس كنت عايز انوه في الجزئيه دي إن أخلي بالي إن الآيونات الموجبة اللي بتتحرك في المحلول ناحية ال الإبريق أو المادة اللي بها ده بنسميها جسيمات فقيرة بالإلكترونات اللي هي اللي هي الآيونات الموجبة تمام اللي هي الكاتيونات آه اللي هي الكاتيونات تمام والجسيمات السالبة اللي بتتحرك في المحلول ناحية القطب الموجب بسميها جسيمات غنية بالإلكترونات لأن ده جه مصطلح علمي حتى موجود في كتاب المدرسة جسيمات مادية غنيه بالالكترونات تتحرك في الايه في السوائل والايه في او في المحاليل والمصاهير غنيه بالالكترونات بالانيون يبقى الايونات السالبة تمام او بت بالانيون لو الانيون او الايون, الآيون, 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 الآيون السالب آه. 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 اوقات الطالب بينسى فخلينا في الايه في الايون الايه السالب اه وبرده لو الايه الايونات اللي موجوده كانت فقيره بالالكترونات زي ما قلنا يبقى دي الكاتيونات او الايون الايه الموجب طيب نشوف النقطه الثانيه بتاعتنا في التطبيقات اللي هي تنقيه المعادن تنقية المعادن عندنا أي معدن بيحتوي على نسبة من الشوائب. نسبة الشوائب المثال اللي عندي في كتاب المدرسة زي ما ظاهر معانا كده اللي هو تنقية الإيه النحاس اللي هو بنسبة 99% بيحتوي على شوائب كتيرة جدا زي إيه؟ زي حديد زي خرصين، زي ذهب زي فضة أي قطعة نحاس فيها شوائب دي بتعوق سريان التيار الكهربي عاوز أعمل لها عملية تنقية بوصل إيه بقى؟ نفس الخلية عندي بطارية فيها قوة دفع كهربية، انود وكاسود، قطب موجب وقطب سالب. بوصل النحاس الغير نقي بالقطب الموجب. يعني هنا النحاس الغير نقي، النحاس اللي أنا عاوز أعمل عملية إيه؟ تنقية، بوصله بالانود. لكن كانت في عملية الطلاء كنت بوصل المادة المراد الطلاء بها بالانود. أوصل سلك من النحاس النقي بالقطب الإيه؟ السالب للبطارية وده يعتبر معانا إيه؟ الكاسود. لو جينا شفنا مع بعض الالكتروليت اللي بتحرك على ايونات النحاس زي محلول كبريتات النحاس يبقى معايا الايونات اللي موجوده الماده الالكتروليتيه هي عباره عن كبريتات نحاس يبقى لو حبينا نوضحها كده تاني بالراحه معايا انود معايا كسود معايا الكتروليت الانود عباره عن ايه؟ عباره عن الماده اللي انا عاوز اعمل لها عمليه تنقيه يعني الماده النحاس الغير نقي لكن الكسود عباره عن ساق من النحاس ساق النحاس ده بيكون نقي تماما يبقى انا معايا الماده اللي هنقيها هعمل لها عمليه تنقيه بوصلها بالانود بوصلها بالقطب الموجب الماده النقيه اللي معايا بوصلها بالقطب الايه السالب اللي هو الكاسود السائل اللي موجود عندي المحلول الالكتروليتي لازم يكون من نفس نوع الماده اللي عاوز اعمل لها عمليه تنقيه يبقى السائل اللي عندي هنا كبريتات نحاس يعني الالكتروليت ايه معايا يسمى كبريتات نحاس ناخد الموضوع برضو واحده واحده يا استاذ رمضان اتفضل انا دلوقتي عندي ساق من النحاس غير نقي ساق النحاس الغير نقي ده عباره عن نحاس وحديد وخارصين وفضه وذهب تمام يبقى يعني انا دايما اقول للطالب ايه اللي بيتاكسد الاول بيختزل الاخر اللي بيتاكسد الاول بيختزل الايه للاخر احنا عندنا هتتم عمليه الاكسده الاول لايونات الخارصين الموجبه وبعد كده ايونات الحديد يعني الخرسين هيتحول الى ايونات موجبه ويزوف في المحلول الحديد هيتحول الى ايونات موجبه ويزوف في المحلول بعد كده هيتاين من عند مين النحاس يتحول الى ايونات موجبه ويذوب في المحلول اثناء ما عمليه النحاس او اثناء ما النحاس بيحصل له عمليه الاكسده انا لسه ما وصلتش لجهد الفضه وجهد الذهب اثناء تاكسد النحاس اللي هو اصلا الكتله الكليه لسه ما وصلتش لجهد تاكسد الفضه والذهب عشان كده الفضه والذهب تتراكم اسفل الانود بتاعي على هيئه ذرات ايه متعادله يبقى انا اول حاجه الفضه والذهب هيترسبوا اسفل الانود دون اكسده لان هو ما وصلش لجهد تاكسدهم يبقى انا عندي النحاس هو اللي عمال ايه يتاكسد طول ما النحاس عمال يتاكسد يبقى الفضه قدام يترسبوا في الايه؟ آه في ذرات بلاتين برضه آه كله ده بيترسب آه. كده احنا خلص... اتخلصنا من اول اتنين اللي هو الفضه والايه ده بيترسبوا عند الانود تمام ولكن مين اللي نزل في المحلول مع أوه. النحاس؟ الخرصين ايونات الخرسين وايونات الحديد والنح الثلاثه موجودين احنا قلنا للطالب ايه؟ اللي اتاكسد الاول بيبقى صعب الاختزال واللي اتاكسد الاخر هو سهل الاختزال الايونات دي كلها ايونات موجوده تروح ناحيه القطب الايه؟ القطب السالب الوحيد اللي هيتأكسد هيختزل منهم مين؟ النحاس فقط. تمام. أما أيونات الحديد وأيونات الخارصين تبقى في المحلول دون ترسيب لأن جهد اختزالها أقل من جهد اختزال النحاس. يبقى هي عملية مسابقة. أنت اتأكسدت الأول لأنك أنت نشط يبقى ساعة الاختزال تتأخ لك اختزال آخر واحد لو اختزلت. آه. جدا. يبقى احنا آه. كده عملنا تنقيه لايه؟ للنحاس والايونات والشوائب اللي كانت موجوده فصلت من آه. الماده اللي عندي، يعني لو حبينا نقولها تاني كده بالراحه انا بعمل تنقيه. جالي سؤال كيف يمكن تنقيه النحاس؟ كيف يمكن تنقيه معدن النحاس من الشوائب؟ اول حاجه برسم الخليه برسم قوه دفعه كهربيه انود وكاسود، الاناء محلول الكتروليتي، انا هنا هعمل ايه؟ هعمل تنقيه للنحاس يبقى الالكتروليت اللي موجود معايا لازم يكون كبريتات النحاس الماده اللي انا عاوز انقيها اعمل لها تنقيه اللي فيها شوائب بوصلها بالانود الماده النقيه اللي هي هط... هعمل عمليه ايه زياده الشوائب من الناحيه الثانيه وازالتها وزياده النحاس اللي هي توصل بالكاسود زي ما هنشوف كده مع بعض على الشاشه معايا الالكتروليت بيحتوي على ايونات ايه ايونات نحاس زي محلول كبريتات النحاس في معادلتين اوعى تنسى تكتبهم معانا عند الكاسود بيحصل اختزال الايونات النحاس موجب 2 زائد 2 الكترون بيتحول الى نحاس لكن عند الانود حصلت عمليه ايه اكسده وزي ما وضح استاذنا الفاضل دلوقتي شوائب البلاتين والفضه والذهب اللي موجوده او الفضه والذهب تترسب في قاع الايه دون المحلول أجسد. دون عمليه اكسده لكن شوائب الخرسين والحديد حصل لها اكسده عند الانود ولا يتم اختزالها لكن اللي بيتم اختزاله هنا مين النحاس, النحاس. ده جه سؤال علي يا رمضان مهم جدا تمام اتفضل قال لك ليه ان اثناء عمليه تنقيه النحاس من الشوائب ما بيترسبش الحديد والخرصين اه إيه تمام السبب م. لان اينات الخرسين واينات الحديد صعبه الاختزال تبقى زائبة في المحلول طب ما ممكن يجي لي سؤال زي ما موجود في كتاب الوزاره ممكن يقول لي ازاي تحصل على الفضه والذهب من قطع من النحاس يبقى انا برضو نفس التجربه بتاعتي هقول للطالب ان 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 النحاس اثناء الاكسده بتاعته ما وصلتش لجهد تاكسد الفضه والذهب فتترصف في الايه؟ في القاع. فده جزء في غايه الاهميه ان لان النحاس الغير ناقي ده بيأثر على قدرته على توصيل التيار الكهربي. احنا عندنا عارفين ان النحاس تستخدم في اجهزه الكترونيه دقيقه جدا زي اللابتوب وزي زي الالات الحاسبه دي حاجات مهمه جدا. فعايزه قدره عاليه على توصيل التيار الكهربي. فانا عشان اخل اعلي قدره النحاس على توصيل التيار الكهربي لازم اتخلص من الشوائب قدر الاستطاعه لان جميل. مفيش تخلص مفيش حاجه ماده نقيه بنسبه 100 في الايه في المئه فانا برفع درجه النقاوه بتاعته من 99% الى 99.95% جميل آه بتخلص من الشوائب قدر الاستطاعه وده جزء ده سؤال مهم جدا دايما بيجي احنا عندنا التدريبات العمليه في غايه الاهميه عم. يعني ما في امتحان الا لما يجيب حاجه من التدريبات العمليه وخصوصا الجزء الاخير بتاع التطبيق أه. الكهربي أه. وعندي كمان النهارده بقى في التطبيق الاهم في أه. كل التطبيقات اللي قلتها دي دلوقتي أه. اللي قلتها حضرتك اللي هي صناعه الايه الالومنيوم واستخلاص أه. لز الالومنيوم من خام الايه البوكسايد قبل ما نشوفه كده مع بعض ونتعرف عليه انا عندي الالومنيوم عشان احضره لازم اعرف فوائد بعض المواد اللي موجوده يعني مثلا ماده البوكسايت اللي انا هستخدمها ايه هي البوكسايد اللي هي اكسيد الالومنيوم al 2 أو 3 اكسيد الالومنيوم ده لو سالني في الامتحان ايه فايده اكسيد الالومنيوم اللي بيضاف او بيتحط في خليه تحليل الالومنيوم ده الماده الخام لصناعه الالومنيوم طب الماده الخام دي صعب ان هي تتفكك لازم احط لها ماده مذيبه ماده تفككها ماده تدوبها زي الكريولايت ماده الكريولايت مذيب للبوكسيت كلورايت ده ماده مهمه جدا مكون من صوديوم وألمونيوم وفلور ده عباره عن متراكب من المتراكبات اللي موجوده معانا اللي بتستخدم اساسا في اذابه البوكسيت يبقى انا عشان احضر الالومنيوم اولا هجيب الخام بتاعه الخام بتاعه عباره عن ايه اكسيد الومنيوم البوكسيت الماده المذيبه بتاعته اللي هي الكريولايت ولازم نستخدم ماده ايه يا استاذنا ماده سهارا ماده, مادة بتخفض درجه الايه اللي بتخفض درجه الانصار من 2000 2045 لحد 950 اللي هي ماده ايه اه ماده الفلورسبار الفلورسبار آه، ماده الفلورسبار دي ماده سهارة اسمها العلم طبعا فلوريد, الـ فلوريد الـ الايه فلوريد الالومنيوم آه،, اه فلوريد فلوريد الكالسيوم آه. اللي هي الفلورسبار اف آه، 2 آه، 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 اللي موجوده معانا لكن بالنسبه اللي بتقصدها حضرتك الماده المذيبه آه. اللي هي الكيريولايت الكيريولايت يبقى انا معايا ثلاث مواد الثلاث مواد اللي معايا اللي هم عباره عن ايه مادة البوكسايت مادة الكيريولايت مادة الفلورسبار. طبعا مادة البوكسايت لما اتكلم عليها اللي هي خام الالمونيوم اللي هي مصدر الالمونيوم ثاني حاجة مادة الكيريولايت مذيبة للبوكسايت كمان معانا مادة ايه؟ مادة الفلورسبار، فلوريد الكالسيوم اللي موجودة مادة صهارة بتخفض درجة الانصهار بتقلل درجة الانصهار من 2045 إلى 950 حاليا بيستعاض عنها بيستبدلوها بخليط من الفلوريدات فلوريد الصوديوم فلوريد الكالسيوم فلوريد الألمونيوم دي بتعمل حاجتين في نفس الوقت يعني أنا بشيل الإيه الكيريولايت وبشيل كمان إيه مادة الإيه الفلورسبار، ونضيف خليط من الفلوريدات عشان تقلل كثافة خام الألمونيوم عشان يبتدي يدوب بسرعة وفي نفس الوقت تخفض درجة الإيه الانصهار تعال ناخدها واحدة واحدة ونسمعها من أستاذنا الفاضل ازاي بنستخلص الالومنيوم طيب بالنسبه لاستخلاص الالومنيوم حضرتك الخليه بتاعتها عباره عن وعاء من الصلب مبطن من الداخل بطبقه من الجرافيت بتتدلى جواها الاول الوعاء ده بنوصله بالقطب اه ده اللي بيمثل بيوصل بالقطب السالب يبقى الوعاء اللي معايا الخارجي ده, ده اللي هو الكسود ده الكسود الكسود اللي هو القطب السالب آه اللي هو عباره عن اه عباره عن وعاء من الصلب المقوى وجواها مبطن بطبقه من الايه؟ من الجرافيت الجرافيت اللي هو الكربون النقي انقى انواع وصور آه الايه؟ آه الكربون القاع القاع بتاع الخليه بتاعتي بيكون السطح بتاعها مايل شويه تمام خلاص عشان تساهم تسهل خروج عشان خروج الايه الألموني. كويس وبتبقى مدلاه جواها سيقان من الكربون سيقان الكربون دي المصاعد بتاعتي كويس ايه؟ مصاعد الايه الكربون اللي هي مثل القطب الايه القطب الموجب اللي هو الايه الانود احنا بنحط جوه الخليه دي هي عباره عامله هي براميل كبيره بتحط جواها خام البوكسايت اللي هي مصدر للالومنيوم اللي هو اكسيد الالومنيوم AL2O3 بحط معاها ماده الايه؟ الكريولايت اللي هو المذيب وبحط معاها ماده الفلورسبار وهي الماده الايه؟ الصهاره. مادة صهارة فايدتها انها بتوفر لي كهرباء لما بي. تخيل كده حضرتك بتوفر بينزل أكثر من 1000 درجة اه ده بينزل درجة الحرارة من 2045 لحد 950 فده وفر كبير في الطاقة الايه؟ في الطاقة الكهربية لأن استهلاك الطاقة برضو من الحاجات المهمة احنا اتفقنا قبل كده ان العامل الحفاز ده ده شغلته الرئيسية ان هو توفير الطاقة الايه؟ الكهربية والطاقة الايه؟ الحرارية. عشان حتى المنتج بتاعي تبقى قيمة البيع بتاعي يبقى قليل، كل ما انا المدخلات بتاعتي قليلة يبقى المنتج بتاعي يبقى رخيص واعرف ابيع واكسب فيه. تمام. ايه اللي بيتم بقى؟ ان انا بقفل الدايرة بتاعتي وبلمس سيقان الكربون لحد لما توصل للايه؟ للخامة بتاعتي فبتكون شرارة كهربية قوية جدا. بتحلل آه، أكسيد, آه، 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 بتحل اكسيد الالمونيوم اه اكسيد اه بتحلل اكسيد الالمونيوم اللي هو 2 او 3 تمام اكسيد الالمونيوم الالمونيوم بتتحول الى ايونات المونيوم موجب والاكسجين بتتحول الى ايونات اكسجين سالبه كل واحد بيتحرك في اتجاه عكس الاخر ايونات الالمونيوم الموجبه اللي احنا قلناها انها فقيره بالالكترونات بتروح ناحيه القطب السالب عشان يحصل لها عمليه اختزال ايونات الاكسجين السالبة بتتحرك الى سيقان الكربون عشان تحصل لها عملية اكسده ودي اللي احنا بنسميها جسيمات غنيه بالايه بالالكترونات الاكسجين لما بيجي يفقد الكترونات بيتحول الى ذرات نشطه بيتحد مع سيقان الكربون وبيحولها الى اول وثاني اكسيد كربون فتتاكل تتأكل. اسمها عمليه احتراق بيسموها ايه عمليه آه. احتراق المصاعد جه سؤال قبل كده للطالب قال له علل ما يأتي يجب تغيير سيقان الكربون بعد كل ف... أو كل من وقت فتره الى آخر ليه آه. لان الاكسجين الناتج من تحلل البوكسايد يتحد مع سيقان الكربون وبيكون اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون التفاعلات واضحه آه. معانا على الشاشه اهي آه. موجوده معانا آه. بيحصل اكسده عند الانود آه. عند الانود بتحصل عمليه ايه اكسده آه. بعد ما بيتحلل البوكسايت اللي هو اكسيد الالومنيوم فايونات الاكسجين اللي موجوده بتتحول ل 3 على 2 او2 زائد سته إلكترون يعني انا عندي كل ايون اكسجين موجود بيبتدي يفقد اثنين الكترون اللي كان مكتسبهم يعني حصلت عمليه اكسده عند الأنود بيحصل اختزال عند الكاسود يعني معايا الاتنين المونيوم موجب ثلاثه اللي كان فاقد ثلاثه الكترون هيرجع لهم السته الكترون يتحول لاتنين المونيوم مم. الالمونيوم طبعا بيخرج عن طريق الفتحه, الفتحة اللي موجوده السفلية. في السفلية السفليه اللي موجوده في الكاسود اللي هو عباره عن الاناء اللي هو مصنوع من الحديد المبطن بالجرافيت. السؤال اللي قلته حضرتك دلوقتي معادلته لازم نكتبها، ليه بنغير سيقان الكربون من وقت للتاني؟ لان يعني بتفعل الاكسجين المتصاعد مع اقطاب الجرافيت بيكون غازات اول وثاني اكسيد الكربون. المعادله الاخيره اللي ظهر معانا دلوقتي ان في اتنين كربون مع ثلاثة على اتنين اكسجين بيكون اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون. يبقى لو مسكناها دلوقتي مع بعض بالنسبة لصناعة الالمون، صناعة الالمونيوم لازم أعرف الانود الخلية بتاعتي، الانود أعرف الكاسود كمان الإلكتروليت الإيه كمان فايدة كل مادة أنا بضيفها، يعني الانود عبارة عن إيه الانود؟ سيقان من الجرافيت اللي هي المصاعد اللي بتنزل معايا وموصلة بالانود، كمان الكاسود، الكاسود اللي هو الوعاء اللي مصنوع منين؟ من الصلب المبطن بالجرافيت، والجرافيت هو الحالة القياسية للكربون يعني الكربون في انقى صوره اللي هو عند درجه 25 درجه مئويه في الضغط 76 سنتيمتر زئبط بيبقى مبطن لمين؟ للخليه نفسها يبقى الوعاء مصنوع من الصلب مبطن بالجرافيت يوصل بالقطب السالب يعتبر كاسوت سقان جرافيت هذه السقان توصل بالقطب الموجب اللي هي انود بضيف مواد ايه؟ ثلاث مواد اللي هم اولا البوكسايت بعدين الكريولايت بعدين ماده الفلورسبار ماده البوكسايت اللي عندي اللي هي اكسيد الالومنيوم فايدتها ايه وظيفتها ايه انت حفظتها معايا نقولها تاني اللي هي عباره عن مصدر للالومنيوم مصدر الالومنيوم اللي موجود ماده الكريولايت مذيبه للبوكسايت هي اللي بتدوي البوكسايت طب ما فائده ماده الفلورسبار وظيفتها ايه برضو جه استاذ سامي سؤال علل قال لي علل يضاف الفلورسبار اثناء صناعه الايه الالومنيوم طبعا الفلوريس بار بيضاف عشان يعني بيخفض درجه انصهار البوكسايد من 2045 الى 950 يعني بيوفر معايا الطاقه بيوفر طاقه كتير والسؤال طويل. علل آه. اللي جه تاني علل آه. يستعاض عن ماده الفلوريس بار والكيريولايت بخليط من, آه. من فلوريدات الكالسيوم والصوديوم والالومنيوم اجابته برضو سهله قوي اللي هو بيقلل كثافه الخام وفي نفس الوقت بيخفض درجه الايه؟ الانصهار ويساعد في تحلل الالومنيوم. بص يا فندم الكثافه بتاعة الخام لما بتقل بيرتفع الى اعلى فده بيسهل انفصال الالومنيوم الى ايه؟ الى اسفل آه. فالالومنيوم بينفصل بايه؟ بصنيك وفي نفس الوقت بيخفض درجه الانصهار بتاع المزيج كمان اقل من كده حلو. يعني اقل من 950 يعني بيوفر لي طاقه ايه؟ طاقه اكبر. آه. يبقى آه. لما الطالب يجي يكتب السؤال دوت وجاله لازم يرسم الخليه زي ما اتفقنا. آه. سؤال مهم جدا. لازم يوضح الانود الكاسوت المواد اللي موجوده فايده كل ماده يكتب التفاعلات اللي موجوده معانا يبقى التطبيقات الطلاء الكهربي عندنا تم كم تطبيق ثلاثه اللي هم صناعه الالومنيوم دي اهم واحده فيهم كمان في عمليه الطلاء عمليه التنقيب كده كده عدد التطبيقات اللي موجوده في الجزء الثاني بقوا كده خمسه اللي هو استخلاص النحاس من كلوريد النحاس ودي الطلبه سبحان الله ما بياخدوش بالهم منها اللي هو موجود في الجزء الايه؟ في الجزء الاولاني، موجود في الجزء الايه؟ الاولاني. وبعد كده التطبيق الثاني اللي هو اثبات قانون فرادي الثاني. وبعد كده في عندي ثلاث تطبيقات يبقى دول كده زي اربع تجارب عم... خمس تجارب عملية. استخلاص النحاس من كلوريد النحاس وارسم الخلية بتاعته والمعادلات بتاعته, نعم. بتاعته. وبعد كده اثبات قانون فرادي الثاني، ما انساهوش وانا بذاكر الجزء ده. ما ذاكرش، ما انساش ان انا وانا بذاكر اخد تنقيط النحاس وآخد طلاء المعادن وآخد استخلاص الإيه؟ احنا كده يعتبر يعني بالبلدي كده قفلنا الباب الإيه؟ الباب الثامن بس عشان نظبط الأمور يا أستاذ رمضان ناخد أسئلة بحيث إن احنا إن يبقى الطالب معانا يعرف صيغة السؤال بيجي إزاي وإزاي بالإجابة بتاعتها إيه؟ الإيه الكويسة أو الطريقة الجيدة للإجابة. معنا بعض الأسئلة أوه. اللي احنا محضرينها جت في امتحانات كتير وتكررت كتير. أوه. عندي بعض الأسئلة اللي عاوزين نتعلم ازاي نجاوب السؤال في الامتحان، ازاي نضمن درجة الامتحان اللي معانا. يعني خلي بالك وانت بتجاوب ما تجاوبش وخلاص، ما تقولش معلومة صغيرة. قول المعلومة بتاعتك وفي نفس الوقت فسرها وما تخرجش عن نطاق الموضوع بتاعك، يعني عشان أضمن الدرجة الكاملة للسؤال. تعال نشوف بعض أسئلة علل اللي موجودة معانا، السؤال الأول بيقول لنا علل لما ياتي بطاريه السياره تمثل خليه انعكاسيه ليه بطاريه السياره بتمثل عندي خليه انعكاسيه مم. احنا كاتبين الاجابه وعاوزين نفسرها اكتر يعني نسمع كده الاجابه اللي موجوده قدامك على الشاشه انه عند امدادها بمصدر خارجي للتيار المستمر جهته اكبر قليله من البطاريه تنعكس التفاعلات وتنعكس الاقطاب عاوزين نفسرها اكتر استاذ ناخدها اه ناخدها بال... بالتوسع الطالب طبعا هيفهم الكلام اللي احنا بنقوله ده تمام آه. احنا عندنا ليه لما يقول لي ليه البط... المركب الرصاصي او بطاريه السياره خليه انعكاسيه لان عند توصيله بمصدر تيار كهربي مستمر اعلى قليلا منه في الجهد اهم حاجه النقطه آه. آه. دي قولها اعلى قليلا منه في الايه في الايه في الجهد ايه اللي بيحصل؟ بتنعكس التفاعلات ازاي بتنعكس التفاعلات اللي كان آنود يتقلب يبقى كاسود واللي كان كاسود بيتقلب يبقى آنود والتفاعل يمشي في الاتجاه الايه العكسي تتحول كبريتات الرصاص والميه الى اكسيد رصاص ورصاص وحمض كبريتيك مره اخرى يبقى الطالب بيقول كده لان عند توصيله بمصدر تيار كهربي مستمر اعلى منه قليلا في الجهد تنعكس التفاعلات يصبح الانود كاسودا والكاسود انودا وتتحول كبريتات الرصاص والميه الى رصاص واكسيد رصاص وحمض كبريتيك جميل يبقى دي لازم تكون الإجابة إيه كاملة قبل ما نكمل الأسئلة تعلل في سؤال برضو كان اختياري اختار الإجابة الصحيحة كل قطب من الخلية الجلفانية يعتبر قطب إيه؟ نصف خلية نصف أعمل. خلية أعمل. وهل هو قطب إيه؟ قياسي ولا قطب انعكاسي؟ قطب هو نعكاسي. قطب انعكاسي أعمل. ان أنا بقدر أعيد شحنه مرة أخرى في الخلية الجلفانية الإيه؟ الانعكاسية فبتنعكس بداخله التفاعلات الأكسدة إلى أجل. اختزال أعمل. والاختزال إلى أكسدة بس بشرط لما مرره ومرر عليه جهد كهرباء اكبر منه, منه قليلة بنسبه قليله أيوة. طيب نشوف السؤال الثاني السؤال الثاني معايا في حلل بطاريه النيكل كادميوم قلويه وبطاريه رصاص حامضيه سؤال سهل جدا سهل. سهل ليه بطاريه النيكل كادميوم قلويه وبطاريه رصاص حامضيه الاجابه لان المحلول الالكتروليتي ببطاريه النيكل كادميوم هو هيدروكسيد متسف، ودي ماده قلويه بينما بطاريه الرصاص هو حمض الكبريتي. عاوزين نفتكر كده مع بعض من معلومات حضرتك بطاريه النيكل كادميوم تركيبها انود وكاثود والكتروليت وقوه دفع كهربيه الطالب يقولها للطالب قبل كده ان كل بطاريه عندي سواء كان عمود جاف ولا خليط زئبق ولا بطاريه نيكل ولا المركب الرصاصي لازم اعرف فيها خمس حاجات اعرف الانود اعرف الكاسود اعرف الالكتروليت اعرف المعادله الكليه اعرف القوه الدافعه الكهربيه ولو محتاج رسم اعرفها كمان أو لو لو موجود لو إيه عند الرسمة رسم. بقى لان أو. انا في بعض الطلبه بيتعاملوا مع الرسومات بتهاون شويه وده يعني ما يصحش يعني زي رسم العمود الجاف ده مهم جدا رسم خليه الزئبق رسم المركب الرصاصي في غايه الايه الاهميه رسم قطب الهيدروجين قطب الهيدروجين والرمز الاصطلاحي بتاعه في غايه الايه الاهميه فانا عندي بطاريه النيكل كادميوم الانود عباره عن كادميوم والكاسود عباره عن نيكل في صوره اكسيد نيكل قاعدي تمام الالكتروليت عباره عن محلول هيدروكسيد الايه هيدروكسيد الموتاسيوم. وده موضوع سؤالنا ان آه. هو كده آه. تسمى بطاريه, بطارية النيكل النيتر. كادميوم بالبطاريه القلويه, القلوية. او ان آه. هي السائل اللي موجود فيها او المحلول اللي موجود فيها هيدروكسيد الايه البوتاسيوم كماده قلويه والقوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه دي بيساوي واحد من عشرة ايه فولت تمام. انا طالب سالني سؤال قال لي يا مستر يعني فايده الالكتروليت هنا ايه قلت له انت عندك الالكترونات الموصلات نوعين موصل الكتروني وموصل موصل إلكتروني اه التيار الكهربي من الخر... من الكادميوم الى النيكل هيتحرك في سلك يبقى ده موصل الكتروني طب جوه البطاريه هيتحرك من النيكل للكادميوم ازاي؟ يبقى لازم يبقى فيه موصل الكتروليت آه. يبقى هيدروكسيد البوتاسيوم ده ده الموصل الالكتروليتي اللي بيوصل التيار الكهربي جوه البطاريه بس عن طريق حركه الايونات, الايونات بس آه. دي نقطه مهمه جدا حركه الهمية. الايونات آه. لكن الالكتروليت عن طريق حركه, حركة الالكترونات وده جه سؤال قبل كده يا استاذ على النحاس وكبريتات آه. النحاس علل علل ال... اه علل ليه النحاس موصل الكتروني بينما كبريتات النحاس موصل إلكتروني طب نقول نقوله النحاس طبعا لانه بينقل التيار الكهربي عن طريق حركه الإلكترولي. الالكترونات لكن كبريتات النحاس بتحرك التيار الكهربي او بتنقله عن طريق الايونات نشوف السؤال الثالث فعلل كده معانا السؤال بيقول لنا ايه علل لما ياتي العناصر التي تقع في قمه متسلسله الجهود عوامل مختزله قويه طبعاً. انت وضحتها يا استاذ آه من شويه آه لان جهود اكسدتها عاليه فتعمل كعوامل ايه؟ عامل مختزل. آه بيحصل هي إيه بتحصل لها عمليه اكسده واللي بيحصل له اكسده بيبقى عامل ايه؟ عامل مختزل يعني بس في عندي ملحوظه صغيره كده يا استاذ رمضان في السلسله الكهروكيميائيه آه. السلسله الكهروكيميائيه بيقول للطالب ايه؟ ترتيب العناصر ترتيبا تنازليا حسب, حسب جهود الاختزال السالبه فالطالب بيجي يبص للارقام دي فبيلاقي الارقام دي عكس خط الاعداد اللي هو خدها في الرياضه فبيبدا آه يتلخبط قلت له لا هو هنا بيتكلم عن القيمه نفسها ما بيتكلمش على خط الاعداد يبقى هي ترتيب العناصر ترتيبا تنازليا حسب جهود الاختزال السالبه وتصاعديا حسب جهود الاختزال الموجبه فالطالب جميل. لما يجي جميل. يبص للارقام يلاقي مثلا الليثيوم جهد الاكسده بتاع جهد الاختزال بتاعه 3.45 من الف. ده الليثيوم ده الليثيوم يجي الرقم اه 3 من 1000 تمام العنصر اللي بعديه اللي هو البوتاسيوم 2.911 من 1000 945 من 1000 مثلا فيقول لك الله ده السالب 2 اكبر من سالب 3 فيبدا يتلخبط ما بين خط الاعداد اللي هو بيدرسها في الرياضه وبين الكلام اللي احنا بنقوله في الايه في الكيمياء فبنقول للطالب انت اشتغل كايه كقيمه طب احنا لو حبينا نعرف سلسله الجهود الكهرومكيميائيه تاكسد احسن الاكسده والاختزال أه. احنا ممكن نعمل لها اربع تعريفات مش أه. تعريف واحد أه. يعني انا عندي دايما اللي في قمه المتسلسله جهد الاكسده بيبقى موجب أي. يبقى جهد اختزاله سالب, سالب. أه. اللي في قاع المتسلسله جهد الاكسده سالب لكن جهد الاختزال موجب أه. خلاص الاكسده فوق موجب وتحت ايه سالب, سالب. خدها تنازلي يبقى مع جهد الاكسده الموجب أه. خدها تصاعدي يبقى مع جهد الاكسده الايه السالب أه. اعكس أه. بدل ما كانت اكسده موجب خدها جهد اختزال سالب ما هو جهد الاكسده لاي عنصر هو هو نفس جد. قيمه ولكن باشاره مخالف. باشاره ايه المخالف. مخالفة زي ما هنوضح م. ان شاء الله في حلقتنا النهارده او الحلقه اللي جايه ازاي نحل مسائل القوه الدافعه الايه الكهربائيه يبقى اول تعريف ترتيب تنازلي للعناصر حسب جهد الاكسده الموجبة او في نفس الكلام طالما تنازلي ترتيب تنازل العناصر حسب جود الاختزال السالب ويبقى الطالب عارف ان احنا بنتكلم على القيمه الكبيره مش مش تبع خط الاعداد الله ينور عليك لكن لو حبيت اخدها تصاعدي يبقى هي ترتيب العناصر تصاعديا حسب جود الاكسده السالب او تصاعديا حسب جهد الاختزال الموب. الموب. الله يفتح عليك الله يفتح عليك ربنا يبارك لك نتابع مع بعض اسئله علي الموجوده معانا اللي انت جايبها دي في منطقه الحمد لله يا ربنا يبارك لك هي اسئله امتحانات اتكررت وتجي كتير جدا في الامتحانات آه. السؤال الرابع فعالي معانا جاوبناه من شويه ونقوله تاني الانود هو القطب السالب في الخليه الجلفانيه لتراكم الالكترونات الناتجه من عمليه الاكسده على سطحه تتاين ذراته الى ايونات موجبه تدخل المحلول يعني دلوقتي معانا السؤال الرابع اللي كان معانا سؤال مهم جدا جدا وكررناه في اول الحلقه ونقوله تاني واستاذنا الفاضل هيجاوبه معانا ليه الانود هو القطب السالب في الخليه الجلفانيه؟ انود هو القطب السالب في الخليه الجلفانيه. <applause> احنا قلنا برضو يا استاذ رمضان الخليه الجلفانيه القطب الانود ان ذرات الخارصين بتفقد الكترونات وتتحول الى ايونات موجبه تذوب في المحلول. الالكترونات اللي هي بتسيبها دي هي دي اللي بتدي للانود اللي هي الايه الشحنه السالبه فالطالب ممكن يقول لانها مصدر الالكترونات الانود هو القطب السالب لانها مصدر الايه مصدر الالكترونات ماشي كده آه. تمام في اسئله هنخش بعد كده في نوعيه جديده من الاسئله معانا زي مثلا المصطلحات العلميه انا عاوز الطلبه كلها المصطلح العلمي لما اجي جاوبه في الامتحان اجاوبه ازاي أنا عاوز أقرأ السؤال كويس أوي، في نقاط معينة ممكن تغير معاك معنى السؤال لو أنت ما قرأتوش كويس، زي ما هنشوف في العضوية بعد كده إن شاء الله، بس إحنا خلينا في الكهربية دلوقتي عندي مجموعة أسئلة في المصطلح العلمي، ممكن يسألني في الامتحان ضاع مصطلح علمي أو يقول لي ما المقصود بكل من؟ يعني بصورة سريعة كده مع بعض نتعرف على أهم المصطلحات العلمية اللي موجودة معانا في الكيمياء الكهربية. سؤال من ضمن الأسئلة الموصلات الإلكترونية أو الإلكتروليتية طبعا لو موصل إلكتروني زي ما وضح الأستاذ سامي من شوية بيوصل عن طريق حركة الإيه؟ الإلكترونات لو موصل إلكتروليتي بيوصل عن طريق حركة الأيونات عندي تعريفات مهمة جدا زي الكولوم الأمبير قانون الأول لفرضاي قانون الثاني لفرضاي دي من ضمن الاسئله المهمه جدا جدا طبعا. عندي كمان تعريف الامبير يا استاذ سامي لنا كده آه. الامبير الامبير اصل ليه احنا بنبصلها من الناحيه الكيميائيه تمام كميه الكهرباء التي اذا تم تمريرها لمده ثانيه واحده في محلول يحتوي على ايونات فضه لرصب 1.118 من 1000 ملي جرام فضه اوقات الطالب لما بيجي يسمع الجمله دي يقول لك الله طب اشمعنى محلول يحتوي على ايونات فضه لان احنا عندنا عارفين ان الفضه الكتله المكافئه بتاعته كبيره جدا اه 108 اه لان الكتله الذريه بتاعته بتتقسم على واحد فالواحد يبقى الرقم زي ما هو فالكتله المكافئه كبيره فلو ترسب عندي كميه فضه حتى لو كانت قليله يمكن قياسها يعني بص حضرتك اللي مترسب قد ايه؟ 1 و118 من 1000 ملي جرام تمام فرقم صغير طب اشمعنى اخت... عشان كده اخترت الفضه؟ ان حتى لو كانت الكميه المترسبه بتاعتي هتبقى قليله يمكن قياسها يعني انا لو مررت واحد ثانيه ما واحد كولوم لمده واحد ثانيه في محلول يحتوي على ايونات نحاس، ممكن المترسب ما تقيسه. تمام فالافضل ان انا استخدم محلول يحتوي على ايونات فضه. لكبر الكتله آه الكتله, الكتلة المكافئة او المكافأة آه بتاعتها. الكتله المكافأة بتاعتها. برضو من ضمن المصطلحات المهمة جدا جدا تعريف الانود والكسود. الانود لو نتكلم عليه ونتعرف عليه هو القطب اللي بتحصل عنده عملية الايه؟ الاكسدة في الخلايا الكهرو اما الكسود هو القطب اللي بتحصل عنده عمليه الايه؟ الاختزال في الخليه الكهروكيميائيه. الله يفتح عليك، يبقى انا ما اجيبش سيره موجب وسالب. اه تمام. لان انا بتكلم عن الانود عامة. يبقى الانود عامة هو القطب اللي بيحصل عنده عملية اكسدة. وقلت خلايا الكهروكيميائية لان الخلايا الكهروكيميائية عندي منها نوعين، خلايا جلفانية وخلايا ايه؟ تحليلية. يبقى بقول للطالب خلي بالك ما حدش يجي يقول ده قطب موجب ولا قطب سالب، انت هتقول القطب اللي بتحصل عنده عملية الاكسدة. الكاسود القطب اللي بيحصل عنده عمليه الاختزال يعني اما ما اقولش موجب وسالب بالنسبه لخلايه الزئبق آه. في سؤال برضو من الاسئله المهمه ليه آه عندي خليه الزئبق دي محلول آه محلولها آه آه قال آه. آه عندي هيدروكسيد بوتاسيوم آه. في سؤال بيجي الماده المشتركه ما بين خليه الزئبق بين بطاريه النيكل والايه اللي مهمة. هو الالكتروليت إلكتروليت إلكتروليت اللي هو هيدروكسيد آه. الايه البوتاسيوم عندي خليه الزئبق فيها ماده الزئبق ودي ماده ايه؟ اه عشان كده السؤال علل اللي بيتوفر دايما يا سامي اللي هو السؤال بيقول السؤال ايه؟ السؤال بيقول علل آه. يجب التخلص من خليه الزئبق بطريقه امنه تمام لان الزئبق الخليه نفسها لما بتستخدم فتره طويله انت عندك الخرسين مع اكسيد الزئبق بيديني اكسيد خارصين زائد زئبق فبيبقى موجود جوه الخليه الزئبق السام عشان كده من الخطر جدا ان مثلا طالب او 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 طفل او اي حاجه يحط الخليه دي في جوه بقه بس الحمد لله ما هي مبرشمة كويس آه بس برضه ما يبقى لازم اتخلص منها بطريقه امن برضه لانها في... تحتوي على الزئبق السام آه في مصطلح مصطلح تاني مهم اللي هو ايه الفرق الجهد الكهربي او القوه الدفعه الكهربيه، م. القوه الدفعه الكهربيه انا ممكن اقول عليها زي ما هنشوف بعد كده في القوانين ثلاث تعريفات مش تعريف أو. واحد آه. يعني هي مجموع جهدي الاكسده والايه والاختزال او الفرق بين جهدي الاكسده او الفرق بين جهدي الاختزال لقطبي الايه الخليه بس لما بنيجي نتعرف على القوه الدافعه الكهربيه انا بقول جهد اكسده الانود زائد جهد اختزال الكسود ده الاحسن عشان هو ده اللي بيحصل هو لازم يوضح ان الاكسده هو هو جهد اختزال باشاره ايه باشاره مخالفه هو بيحل المساله ويا ريت يرتبها بقى ايه المعطيات اللي موجوده معاه في المساله صح. يرتبوا صح قدامي جهد الاكسده موجب 3 يبقى آه. نفس العنصر جهد اختزاله سالب ثلاثة يبقى يحط الرقمين قدامه يعني القوه الدافعه الكهربيه ليها تعريف مجموع جهدي الاكسده والاختزال او هي الفرق بين جهدي الاكسده او هي الفرق بين جهدي الاختزال بس لو قلت الفرق بين جهدي الاكسده باخد جهد اكسده الانود في الاول هطرح منه جهد اكسده الكسود لو قلت الاختزال العكس هعكس بقى آه. هبدا بالكاسود الاول وبعدين نجيب الايه؟ آه. الانود يبقى الافضل انا استخدم تاكسد زي الاختزال حلو ده أول. الافضل يعني آه. حتى انا بقول للطالب ايه؟ الطالب اوقات يقول لي طب انا في المساله هعرف ازاي مين الانود ومين الكاسود؟ اقول له قارن بين جهدي التاكسد واللي جهد تاكسده اعلى هو الانود واللي جهد تاكسده اقل هو الكاسود لانك انت يا استاذ رمضان العنصر بتاعي العنصر لو اتصل او او القطب بتاعي لو اتصل بواحد تاني اعلى منه في الجهد يبقى الاعلى هو الانود والعنصر بتاع ده الكاثود طب لو اتصل بواحد اقل منه في الجهد يبقى ده الأ... ده الاعلى ده اللي هيحصل له اكسده وده يحصل له ايه اختزال آه. حسب يبقى والحسب والحسب اللي موجود على حسب اللي اه يبقى حسب, آه. كل... حسب العناصر آه. ترتيبها في متسلسل آه. يعني اقوله يعني بالبرد انت, آه. انت هتوصلني بواحد اشد مني انت هتوصلني بواحد اشد مني يبقى هو الانود وانا الكاسود كويس هتوصلني بواحد اقل مني ابقى انا الانود وهو الكاسود برضه في تعريفين بيتداخلوا على بعض الطلبه اللي هو الفرضاي والقانون العام للتحليل الكهربي الفرضاي تعريفه ايه هو كميه الكهرباء اللازمه لذوبان او تصاعد او ترسيب كميه الكهرباء اللازمه لذوبان او تصاعد او ترسيب الوزن المكافئ الجرامي من الماده بالتحليل الكهربي وبيساوي كام 96500 كيلو لكن القانون العام للتحليل الكهربي اللي هو عند امرار فرضاي واحد اللي هو 96500 خلال مادة الكترونيتية ده بيؤدي إلى ذوبان أو تصاعد أو ترصيب الوزن المكافئ جرام من المادة عند أحد الأقطاب. الله يبارك لك يا أستاذ رمضان شاكرين أفضالك. أعزائي آه طلبة وطالبات الثانوية العامة آه بنشكر الأستاذ رمضان شكر جزيل ونشكركم أنتم كمان على على كرم المتابعة إن شاء الله رب العالمين ونتمنى إن احنا نكون أفدناكم بالمعلومات اللي احنا جبناها النهاردة ويا زي ما قلنا كده الحلقة اللي أنتم تسمعوها النهاردة تذاكروها النهاردة بحيث ان الاستفادة تبقى استفادة كبيرة جدا اتمنى ان انا اشوفكم في احسن الاماكن ومصر تعلى بيكم ان شاء الله وتبقى انتم زخر الوطن بتاعنا بإذن الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته